عندنا جيل كابتن تيسير اكو اجيال، انا احب لقاءاتك لان تحكي بصراحه. لا اكو عندنا اجيال، اكو اجيال هواي. وينها؟ هواي التهالفات العمريه بيها هواي لاعبين. لا انا اليوم اقصد جيل يمثل منتخب، جيل يمثل منتخب اولمبي، شباب ناشئين. مثل اذا عندنا 10 لاعبين عندنا بقدهم بعد ممكن نظلمه، واذا عندنا 20 لاعب عندنا مثل ما كنتوا بالقوه تاخذ فرصه يا تيسير. مو كابتن، كانت اكو لاعبين هواي. هسه اللاعبين احنا نقول الفات يعني ذيك هاي الفتره يلا اهتمينا بالشباب، الفات العمريه صار اكو دوري عندنا مثل دوري الناشئين دوري الشباب. ذيك الفتره ترى مدعومه، ماكو كان دوري قوي، خاصه انت اليوم تجي خمس فرق لعبوا بيناتهم، هذا ما يسوي لك لاعب. انت اليوم اللاعب دوري الناشئين ودوري الشباب اذا ما يخوض له تقريبا 20 مباراه 25 مباراه الى 30 مباراه ما راح يحس اكو ضغوطات عليه. انت اليوم انت شلون تريد تاسس لاعب من يلعب دوري عام ويا الفرق كلها، اليوم يسافر محافظات يحس شلون الفريق الاول، تاسس له شخصيه. من تاسس شخصيه بالفئات العمريه ها راح تسلسل لفريق الاول. انت اليوم تبني لك شخصيه من الفئات العمريه، اللاعب تحسسه انت اليوم عندك هاي مباراة تنافسية، هاي مباراة خارج ملعبك، هاي مباراة بملعبك، انت تأسس شخصية اللاعب، اللاعب انت تأسس له شخصية. ولا تقول لي ماكو فات، احنا اليوم من لاعبين الناشئين الى لاعبين الشباب صدروا للمنتخب الوطني. من الاسماء الموجودة ابسط مثال نضرب لك مثال علي جاسم. علي جاسم يعني علي جاسم يعني مهتموا به، اللاعب وصل الى مرحلة يعني هسه علي جاسم الى ثقله بالمنتخب الوطني الاول. لا لا، وماكو احد يقدر ينتقده. ما ينتقده. شوف احنا نوبات يعني انت هم تقعد وتسولف مع اخوانك اللاعبين. كابتن قبل صعب يجي لاعب لو من اي مكان ياخذ مكان لاعب. صح. مثل يونس، نشأة، هوار. اليوم بسهوله انت تاخذ مكان اي لاعب بالمنتخب. قبل ما كان اكو هذا الشيء. مو قبل كابتن اللاعب حريص على مركزه، انت اليوم من تلعب تعطي كل ما عندك. ولهذا يعني اللاعب اللي يجيني زين اتشلب بيه. اي مو انت اليوم انا اقول لك اللاعب اليوم مستواه مو ثابت متذبذب، خاصه انت جاي تحسه بالدوري. انت اليوم من تقيس اللاعب قيسه على الدوري مالتنا، لا تقيسه على لعبات المنتخب. انت اليوم لاعبين المنتخب زين، كل اللاعبين الموجودين يمك لاعبين جيدين. صح. بس انت من تقيس بالنادي مالتك انت يجوز بارز، انت مسوي فارق للفريق مالتك. فانت تشوف اللاعب بالفريق مالته هو لاعب مؤثر، من يروح للمنتخب بعد ما لا تتوقع يعوف مركزه، لان يعني اكو منافسه. انت اليوم من تسوي منافسه مثل على جهه اليمين او جهه اليسار او خلف المهاجمين اكو منافسه بين اللاعبين، تحس اللاعب دائما داخل بدوامه المنافسه، فما يريد يفقد مركزه من المنتخب الوطني. بس هسه لا، هسه اكو تبادل مدربين، اكو تبادل لاعبين، خاصه اللاعب مستواه ما ثابت، تحس اليوم قمه. هاي سببها المدرب. يعني اليوم انت من تستلم نادي الفلاني وتبقى وياه موسم وما اشوف لاعب عندك مميز، هاي امكانيه اللاعب هي هاي لو انت ما جاي تطورك. لا مرات خليني اقول لك شغله، مرات النادي المدرب بالنادي، انا اقصد لك عن النادي مو على النادي. نعم نعم اقصد لك عن النادي، اريد لاعبين من عندي. النادي مرات المدرب مهتم بس بال11، ماكو تنافس، ما مخلي الفريق كله بتنافس. انت اليوم من تتوقع، انت اليوم ايش قد تتوقع؟ 22 لاعب، لازم 22 لاعب يدخلون التنافس. انا مو موقع ال11 لاعب هذول صك مخلي بيهم اساسيين وعايف الثلاثة أربعة خمسة ذول البدلاء. لا، البقيه لاعب شنو انت موقعهم على شنو؟ مجامله؟ انت اليوم من توقع ال22 25 لاعب لازم كلهم 25 لاعب لازم ادخلهم بالمنافسه. اليوم اي لاعب وضعه مو زين لازم كتره خلي غير لاعب، حتى اللاعبين الشباب انا اعطيهم فرصه. يعني دورينا ترى دوري مو صعب، كل هالمستويات هسه انا جاي باوع الدوري. اليوم تستلم كل المستويات متساويه كابتن، اليوم